بطريقه ما عاديه. قال لي كيف؟ قال لي اخي اليوم ضاق تحت قشر البرتقال هنا، جاني واحد قال لي قشر البرتقال ده بياكلوا الجداد، في جداد بياكلوا قشر البرتقال؟ يا اخو لو ما بيفهم قشر البرتقال ده تشيله تنشفه في الشمس، تشيله تمشي تخته في السحانه بتاعت الخلاطه، تسحن قشر البرتقال ده تخليه دقه خفيفه، تشيله تغربل الدقه بتاعت البرتقال دي، تشيل الدقه بتاعت البرتقال تخطها في البطرمانيه بشرط البطرمانيه تكون نظيفه، تكفل البطرمانيه كويس، تخطها في الثلاجه الصباح على الريق على الريق، معلقه شاي صغيره كده تاخذها. ده قال لي ده شنو؟ قال لي انا عارف.